استقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم أول أيام التشريق الثلاثة برمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى والكبرى. وأيام التشريق الثلاثة في العدد يقضيها حجاج بيت الله الحرام على صعيد منى ابتداء من اليوم، بعد أن باتوا فيها الليلة الماضية استعدادا لرمي الجمرات الثلاث، أو يقضون يومين لمن أراد التعجل، مصداقا لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا إنكم إليه تحشرون.